الفيديو ده لأي حد، أصحابنا، قرايبنا، زمايلنا، أي حد جاي يدور على شغل في الإمارات لسه جديد. هيقابلك حد يبعت لك مسج يقول لك تعالى في بكرة انترفيو من الساعة كذا للساعة كذا عند الهيومن ريسورس، ويبعت لك الابليكيشن وكل حاجة. بتروح تلاقيها شركة توظيف بيقول لك حاجة من اتنين. أول حاجة هيقولها لك، هيقول لك ادفع 100 درهم أو واتيفر أي ديبوزيت بيقول لك عليه. الكلام ده غلط، سيبه وامشي. تاني حاجة ممكن تسمعها منهم هيقول لك انت لو جالك اوفر ليتر هتدفع 1000 درهم او ايا كان هتدفع كام، برضو سيبه وامشي وما تسمعش كلامه، لان في الاغلب هو اللي عامل اوفر ليتر. موضوع اللي بيدعوا نفسهم شركات توظيف بين قوسين بيسيئوا لشركات التوظيف اللي هي اصلا شغالة ليجل في الدولة. فشركات التوظيف دي شغلها الاساسي والصحيح ان هي بتتعاقد مع شركه عشان يجلب لها موظف من بره، فمش من حقه ان يحصل فلوس منك، مش من حقه ان يقول لك هات فلوس، مش من حقه اي حاجه خالص من اللي انت بتسمعها. فاي حد بيسمي نفسه شركه توظيف وبيقول لك تعالى هوظفك بس ادفع لي فلوس، سيبه ويمشي، لان ده نصاب.